والله هيك ما فكرتش في الموضوع يعني. لا تعجبني مش ما تعجبنيش. اه وانت عجبتيني ما شاء الله عليك، لكن ما نحكي لك بس ما فماش يعني، ما فكرتش اني ندير علاقه يعني، فهمتي هكا تليفونات واعمل شنو هو، نحب دغري هك، نحب دغري هك والله. سياحه اللي بيني جو سياحه هكا لي تونس. قديش عندكم هنا؟ عندنا يومين وما زلنا قاعدين 10 ايام ثانيين. تلمو تعجبك تونس حبيت تزيد تقعد فيها؟ اي جاي السنه هذه 3 مرات او 4، هذه الخامسه يعني. ما تخممش باش انك تعيش في تونس؟ والله ما فكرتش، لا الحق ما فكرتش. شنو اللي يعجبك بالضبط في تونس؟ والله ما شاء الله يعني مدينه جميله وناسها ما شاء الله معاملتهم طيبه والحق يعني كل حاجه فيها سمحه، ما فيش حاجه ما عجبتناش يعني. نتصور كان تجي تعيش في تونس تولي معناها منخرط مع التوانسه؟ اي بالطبيعه اكيد. اي كان جيت تعاملت انا ونجي سايح وعندي برشا اصحاب تونسيين وعندي ناس هي انا الناس باهي على الاخر. كان تجيك فرصه باش تخدم لهنا تخت؟ اي اكيد كان جيلي فرصه خدمه باهيه وني من ما يحبش. شنو الفرق ما بين تونس وليبيا؟ والله يا اسمعي فرق في حاجات واجد فرق يعني، مثلا نحكوا هذه بلادك وهذيك مش بلادك، فهمتي هذا اول فرق. وتونس ما شاء الله يعني متفتحين يعني شعب مثقف ومفتحين، وبرضه حتى الليبيين متفتحين ومثقفين يعني. كيف هالك الفرق؟ ما فيش فرق واجد يعني، ما فماش فرق واجد. تتصور اللي ليبيا بعد 10 سنين كيفاش باش تولي؟ والله ان شاء الله احسن، الحق نتمنوا ان شاء الله احسن، ان شاء الله مش 10 سنين ان شاء الله 5 سنين ان شاء الله سنه، فهمتي حق يعني نتمنوا احسن ان شاء الله. عندك شكون في حياتك؟ لا. وعلاش؟ والله هيك ما فكرتش في الموضوع يعني، بعدين ربما بسهل النصيب يعني سهل. هذه قديش عندك سيليباتير؟ لا سيليباتير دي ما فهمتهاش قولي بالعربي. يعني قديش عندك ماكش في علاقه؟ 8 سنين ممكن هيك. اسو بوان ما تعجبك حتى امراه؟ لا تعجبني مش ما تعجبنيش. اه وانت عجبتيني ما شاء الله عليك، لكن ما نحكي لك بس ما فماش يعني، ما فكرتش اني ندير علاقه يعني، فهمتي هكا تليفونات واعمل شنو هو، نحب دغري هك. يعني كان تلقى بنت الحلال تونسيه والا ليبيه تاخذها عادي؟ ما فيش مشكله تونسيه ليبيه، اهم حاجه مسلمه عربيه ما عنديش مشكله بك. يعني عادي تاخوها ماهيش تونسيه وماهيش عربيه، تنجم تكون اجنبيه؟ اجنبيه والله ما نقول لك، صعبه شويه صعبه. علاش؟ ما الطبيعه نتاعهم الاجانب مش كيف طبيعتنا نحن العرب، وفي يعني في صعوبات شويه فهمتي، يعني في مشاكل بعدين بصيرة. كيما شنو المشاكل؟ والله شنو نقول لك، مثلا طبيعتها هي اجنبيه، مثلا نقولوا مثلا هي مسلمه واجنبيه واخذه علي عادات مثلا برا تعمل فينا حاجات نحن في ليبيا ما تقدرش تعملها عندنا في ليبيا، فهمتي؟ يعني انت كان باش تعرف تشتغل معك ليبيا؟ اكيد، وفوق دارنا عندي شقه فوق الحوش فوق الدار. وتتصور لي ان باش تتاقلم في سافيسا مع الجو؟ والله مش فيسا فيسا، لكن الحمد لله يعني شعبنا طيب وعائلتي كويسه وتتاقلم يعني ما فهمش نيج. وكيف تقول لك انا ما نحبش نسكن مع داركم، نحب نمشي لبلاصه اخرى نكري والا نبني في بلاصه اخرى، شنو تقول لك؟ في ليبيا؟ لا خارج ليبيا قصدك؟ لو انها في ليبيا نكروا برا. نجم تكون في ليبيا والا مش في ليبيا؟ تمام، لو في ليبيا عادي ما فماش مشكله، نكروا مرات نتفاهم ونشوف الدنيا، نكروا برا نعملوا حل. ولا كده الدار هي دار صغيره يعني، الواحد بيكون فيها سنه سنتين 5 سنين، يجيب صغار بيخرج من الدار بياخذ حاجه اوسع يعني، فهمتي حاجه اكبر، ممكن ياخذ دار بروحه بيت بروحه. ان شاء الله ربي معك وربي يوفقك. ان شاء الله وربي يوفقك حتى انت. عايشك بسلامه.